لدي محل شاري بالمستأجر اللي كان فيه، يعني شاري، ولكن المستأجر يماطل في دفع الإيجار، هل يجوز أن أكتب شرط في عقد الإيجار إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة شهرين يتم حساب مبلغ عالي كل يوم تأخير، وإلا لا يجوز باب التخويف فقط؟ لا تكتب مثل هذا الشرط، لأنك ستجد من يعارضك في هذا الشرط. يعني أجر لك بيتي، إذا تأخرت عن سداد الإيجار يوما أحسب فائدة ربوية أو يومين أحسب فائدة أكثر، لا يجوز.